اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد عن بلغت رمضان. اللهم لك الحمد كله، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن المذل. تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وقرأت قرآننا. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفوتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم انصرهم على عدوهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الباكستان. اللهم احفظ بلاد الباكستان. اللهم احفظ بلاد الباكستان.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين، وارزقنا إنك أنت خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.